من صار لي 3 سنين على هاي الحاطة. طبعا احنا يم بيت ابو حسين. الله يساعدك. يا هلا هلا استاذ عمار، شلونك؟ هلا مرحبا، شو اخبارك؟ انا قلت لك ساعه واوصل. اي صحيح. صحيح. قلت لك اريد اشرب شاي، ولكن اليوم احنا جايبين لك مفاجاه. رحم الله والديك، ما قصرت. عرفت شنو؟ اي هذا الكرسي الكهربائي اللي وعدتنا به. نشكر قناه التغيير والكادر، رحم الله والديكم، ما قصرتوا والله. انتم حسني موجود؟ اي موجود. نايم لو قاعد؟ لا قاعد. اي الحمد لله. رحم الله والديك. انت وعلاوي راح تفكون الكرسي وتنزلوه. رحم الله والديك. بعد احنا وصلنا لك اياه. حسوني الله يساعدك، شلونك؟ تعالي تعالي يمك، فتحوه فتحوه ولو زحمة عليكم. انت قعدت؟ ايه. الله بالخير. نقول الله بالخير. الله يسلمك. طبعا الناس هواي تفاعلوا وياك، يعني كميه الاتصالات اللي جتنا، الناس يعني مشكورين من خارج العراق ومن داخل العراق، واللي حتى يعني اللي ما عنده امكانيه يساعد، يعني مجرد انه خابر حتى يصير على زادك. الله يعافيك، ما قصروا. كل الناس رادوا انه يوصلوا لك، وان شاء الله احنا اعطيناهم عنوانك، يعني من خلال برنامج لوكيشن اعطيناهم عنوانك. اوكي، تعال ابو حسين، تعال استريح نايم. ابو حسوني اليوم تحققت، هو شيء بسيط طبعا. والله رحم الله والديكم، ما قصرتوا، ونشكر يعني كل من ساهم. اكو ناس وصلت لك صح؟ اي صحيح، واكو ناس تبرعوا، واكو ناس يعني بمبلغ من المال يعني، ونشكر قناة التغيير ورحم الله والديكم، ما قصرتوا يعني. حتى فعلا صارت مفاجأة مال عربانة. أنا أشكر حسين لسبب معين، يعني إنه عرفنا إنه أكو هواي خوش أوادم، إنه أكو هواي خوش ناس وحابين يتبرعون وما يقصرون، يعني ناس طيبة من قلب ورب. الله يعني من خارج العراق طبعا مشكورين، اللي موجودين بأمريكا، اللي موجودين بغير دولة. يعني من سمعوا أو شافوا قصة حسين، رأسا قامت تجينا الاتصالات من داخل وخارج العراق. هذا عرفنا شيء واحد، واحنا اهم شيء انه اذا واحد يقدر يساعد واحد محتاج، انا اتمنى انه كل الناس تساعد الناس، يعني هاي الرساله اللي ردنا نوصلها. احنا اماده صورنا لان حتى نشوف، لان اكو ناس ثقت بينا وقالوا خليها وراكم، احنا ما نريد نظهر بالشاشه. طبعا ناس هوايه وما قبلوا نقول اساميهم تماما، فلهذا السبب احنا ردنا نشوفهم انه احنا قد المسؤوليه، برنامج لوكيشن قد المسؤوليه انه نقدر نوصل رسالة الناس الحقيقية، أو مثلا الأمانة الحقيقية نوصلها للناس. شكرا لزميلي مازن علوان اللي اهتم بهاي القضية، والحمد لله والشكر. طبعا بعد أكو تبرعات راح تجي إن شاء الله لحسين، هو الناس قاعد تسأل عليه. نحاول نشوف أيضا أطباء ممكن يوصلون حل العلاجة، وإن شاء الله خير. أنا هذا اللي أقدر أقدم لكم إياه، وأقول لكم شكرا جزيلا، ولكن أمانة أمنون الناس وحدة أنه حسين، احنا نريد من عندك شغله واحده بس، الناس كلها تريد من عندك اللي خابروني، وكلهم ما حد يعرف الاخ، وكلهم رادوا شغله واحده، انه انت تكمل دراستك. تقدر لو ما تقدر؟ اي قدام الناس حتى
أيه. الشغله الوحيده اللي ادوها من عندك انه تكمل دراستك، انه حتى لو انت مبطل ممكن تمتحن خارجي. اوكي أيه. تقرا وتجتهد ما طول انت عندك عندك وقت فراغ تقدر تقرا به. ايه واذا محتاج كتب قالوا الناس احنا نجيب له كتب ونجيب له ملازم للبيت حتى يقرا. والله والديه ما يقصرون. اوكي شعب. بس الناس تشوف ضحكتك حتى اختي ماني. رحم الله والديهم والله ما مقصرين كلش والله. شكرا شكرا جزيلا. بهاي المفاجاه انا اللي اشكركم لان عرفتونك وهاي خوش ناس. رحم الله والديك. شكرا جزيلا. رحم الله والديك. اذا زميلي مازن لك الكلمه، وهذا كان مشوارنا ويا حسين، واكيد المشوار مستمر ويا باقي الناس. مع السلامه.